كنت واقف في محل العطارة اللي بيملكه أبويا المعلم الكبير حسن إبراهيم. كنت بتابع بعيني المحل اللي فاتح قدامي على طول. المحل ده بتاع واحد مش عارفين جالنا من أنهي مصيبة، اسمه يعقوب العطار، بينافسنا في السوق. لا سوق إيه بقى، ده خلانا كلنا ما نسواش حاجة في السوق، بقى أكتر واحد بيبيع عطارة في منطقة الحسين في القاهرة، وكمان أكتر واحد بيكسب وله ناس وشعبية والناس بتحبه. يعقوب كان في الأربعينات، قصير كده وبشرته بيضة، بس باين عليه الصحة وإنه بيهتم بجسمه ومنظره، عكس معلمين الحسين اللي أغلبهم كرشهم سابق جسمهم. يعقوب كان كعادة كل يوم خميس الساعة 9 بالليل بعد ما بيخلص شغل، بيوزع على العمال الغلابة والناس اللي في المنطقة وجبة فيها ربع فرخة ورز بلبن. وقتها رجالته بيبقوا واقفين حواليه وبيساعدوه، والناس طبعا بتدعيله. ساعتها لما بصيت جنبي شفت محلات العطارة التانية اللي بتعاني زينا بالظبط من ضيق الحال وقلة البيع، ومع بصيت على المحلات دي شفت محل المعلم خليفة، والمعلم خالد توكل الغضب وسابق تصرفاته، والمعلم سراج الضابع اللي كل شوية يروح يتجوز واحدة عندها 20 سنة، أخرته مراته اللي معاه دلوقتي أديلها مدة. وبصيت في الشارع ولقيت معلمين تانيين صغيرين وكبار بيبصوا للموضوع بتعجب. وبعد ما يعقوب خلص توزيع على الناس بصلنا وهو بيضحك وقال بصوت عالي للناس كلها: كل خميس تعالوا هتاخدوا الكمية اللي انتوا عايزينها، مصل انا راجل بيتقي ربنا وبيحب يكسب بالحلال، ومش مهم اكسب كتير، اكسب قليل ما يضرش، يعني ممكن اخسر في تجارتي عادي ما عنديش مشكلة، المهم الناس تاكل وتشرب ونعدي الازمة اللي احنا فيها دي على خير. المعلمين عينيهم كانت بتطق شرار، والناس كانت واقفة عمالة تدعيله وصوتهم بيزيد، أما رجالته فكانوا بيبصوا على رجالتنا وهم شمتانين فيهم. أجواء ما حبش أبدا إن أنا أعيش فيها. شوية ويعقوب مشي، وزينهم دراعه اليمين اللي كان شغال في محل أبويا زمان وسابه وراح اشتغل مع يعقوب علشان اليومية بتاعته أعلى مننا، قفلوا المحل وصرف الرجالة. اللحظة دي كان جوايا وجوا معلمين المنطقة كلها سؤال بيتكرر بقاله 10 سنين من وقت ما هو جه وفتح: هو ازاي بيبيع وبيكسب؟ يعني مثلا كيلو الفول المدمس بيقف علي أنا كتاجر جملته ب39 جنيه، وببيعه ب48 وأوقات ب45 على حسب سعر السوق، لكن يعقوب بيبيعه ب39، يعني بسعر الجملة. وعلشان محدش يقول ما هو ممكن يكون بيخسر في الفول وبيكسب في الباقي، فلا مش دي الفكرة. نفس الكلام في العدس والرز والمكرونة والتوابل اللي بنجيبها، سواء بقى اللي جاية من الهند ولا اللي بتتعمل هنا، كل البضاعة نفس الفكرة. وحقيقي احنا مش قادرين نفهم هو بيكسب منين. وعلشان محدش يقول لنا انه راجل شمال، الشهادة لله وسمعته زي الجنيه الذهب. اه بيقعد يغيظ فينا اوقات زي العيال الصغيرة، لكنه لا بيتاجر في المخدرات مثلا ولا السلاح ولا الاثار. دايما معلمين تقال عندنا سالوا عليه ناس تقيله في البلد وطلعت سمعته زي الفل، علشان كده كنا هنتجنن ومش فاهمين. واللي حصل بعد كده خلى الكل يفهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا محمد خيري وده برنامج الراوي، حلقه جديده مستوحاه من احداث حقيقيه وشيقه جدا 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 لانها مصريه قوي. من كتابه مين؟ من كتابه سامي ميشيل اللي دايما الرعب عنده رقم واحد. يعقوب العطار قصه جديده، وتعالوا نشوف ايه قصه عم يعقوب العطار ده. يلا بينا. يلا بينا. المهم شوية ولقيت أبويا بينده عليا: يا أحمد قفل ويلا بينا يا ابني على البيت، الجو برد وخلاص الرجلين خفت على البيع والشراء. حاضر يا معلم، بس مش شايف يعني إننا نخلينا فاتحين شوية؟ أهو يعقوب قفل وممكن يجيلنا زباين. وقتها أبويا بصلي بعيون قوية عمرها ما هابت حد غير ربنا وقال لي: يعقوب ده شطان متجسد في صورة إنسان زي ما بنسمع في القصص والحكايات بتاعت زمان، لما بيقفل محله
بيقفل معاه البيع، بس ربك كريم أكيد مش هيسيبه، حقنا هيرجع. لما طلعنا البيت وأمي حضرت لنا العشاء، أكلنا، وبعد ما أكلنا أبويا خدنا على جنب وقال لي: ركز معاه يا أحمد يا ابني، أنت راجل متعلم وخريج كلية جامدة، كلية الحقوق، صرفت عليك دم قلبي، خليتك راجل مالو هدومك، ده غير إنك ملكش إخوات وداخل دلوقتي على 27. بوست إيده وقلت له: إيه يابا مالك؟ ليه بتقول الكلام ده؟ أنت ناوي تتجوز ولا تجيب لي أخ تاني ولا إيه؟ ضحك بصوت عالي وقال لي: لا يا ابني، بس أنا مش هسمح أبدا بإني أدمر لك مستقبلك. لو عايز تشق طريقك وتشتغل في مجالك أنا ما عنديش مشكلة. واضح إن الأزمة اللي إحنا فيها بسبب يعقوب الملعون ده هتطول، وأهو هديك شايف الرجل بتخف علينا إزاي كل يوم. يابا أنا مستحيل أسيبك يابا، أنا جنبك وتحت رجليك. طب ركز معايا بقى علشان الكلام اللي هقولك عليه ده مهم وهنعمله من أول بكرة. قول يابا أنا معاك. قعدنا نتكلم في أفكار هو ناوي يعملها في المحل علشان تجيب رجل الزباين، وبصراحة أبويا عائلته التجارية كانت جبارة، ده راجل بدأ من الصفر حرفيا. لما خلصنا كلام دخلت أوضتي وزبطت المنبه بتاعي علشان بصحى بدري، لكن وقتها سمعت صوت حاجة تحت السرير، وعلى النور اللي جاي من بلكونة الأوضة نزلت على ركبي وبصيت تحته. الصوت فضل يزيد جامد، ولما ركزت لاحظت أنه صوت فحيح تعابين. قلبي اتقبض لأني بخاف منهم قوي، أصل أنا وأنا صغير كان في تعبان هيمسني ولولا أبويا لحقني وقتله كان زمانه بخ سمه فيا. الغريب أن أنا ما كنتش شايف أي تعابين حواليا نهائي، قلت يمكن الصوت جاي من بره، وطلعت على السرير وغطيت جسمي باللحاف علشان الجو كان تلج. بس وقتها لقيت حاجة بتتحرك جنبي، حاجة بتتحرك تحت الغطا. لما بصيت شفت تعبان رفيع وطويل جدا بيخرج من تحت المخدة وبينزل على الأرض. قمت اتفزعت وجريت أولع نور الأوضة، بس ساعتها رجلي دست على حاجة لازجة ووقعت، اتكعبلت ووقعت، ومع وقعتي لقيت حواليا تعابين كتير مالية المكان. فضلت أصرخ وقمت بالعافية علشان أخرج من باب الأوضة، بس التعابين فضلت تزيد حواليا وبقت محصراني من كل ناحية. في اللحظة دي لمحت بطرف عيني اليمين حد بيجري وجاي ناحيتي، غمضت عيني وفضلت أدعي ربنا ينجدني من المصيبة دي، بس الوضع كان بيسوء مع الوقت. وفجأة سمعت صوت خبطات قوية جاية من الدولاب، الخبطات كان صوتها عالي ومعاها سمعت صوت ناس بتصرخ في ودني، وفجأة الباب بتاعه اتفتح بسرعة وخرجت منه كمية مهولة من التعابين. ومع كل ده كان قدامي وعلى مسافة قريبة واحد أنا مش قادر أحدد ملامحه كويس. الراجل ده التعابين كانت بتطلع على جسمه وبتلف في نفسها حواليه. لا، والغريب إن أنا ما كنتش فاهمه إنه كان بيشيلها أول ما بتقرب من راسه وياكلها بصوت غريب كأنه بياكل زلط. وبعد ما عمل الحركة دي أكتر من مرة لقيته وطى على الأرض وشال كمية كبيرة من التعابين وحدفها في وشي، وبمجرد ما لمسه جسمي حسيت بصداع قوي ضرب دماغي، ومعاه ما حسيتش بنفسي وأغمى عليا. صحيت على صوت رنة الموبايل، فتحت عيني وبصيت حواليا لقيت نفسي واقع على الأرض وجنب الدولاب. دورت على التعابين وطبعا ما لقيتهاش، بهي وأنا كنت بحلم، بس جسمي كان واجعني وحاسس اني واكل علقة. بصعوبة قمت ودخلت الحمام وغسلت وشي، ومع خروجي بره أبويا وأمي كانوا قاعدين مستنيني علشان نفطر سوا. بعدها لبست علشان أنزل مع أبويا، وقبل ما نوصل للمحل بصلي وسألني: هو أنت كنت امبارح بتصرخ في أوضتك ولا أنا كان بيتهيألي؟ أنا؟ لا 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 بالعكس، ده أنا نمت على طول. يبقى الصوت اللي أنا سمعته كان جاي من بره، يلا توكلنا على الله. داريت عليه اللي أنا شفته امبارح ومحبتش أتكلم فيه،
فتحت باب الدكان وبعدها بشوية العمال جم. واحد منهم كنس المحل والتاني فرش والتالت وقف معايا يفهم هنعمل ايه. وهنا بدأت الخطة. والخطة هي ان ابويا قال ان كل خميس وجمعة هنبيع الحاجات بتاعتنا بسعر الجملة زي يعقوب، يعني علشان نشد رجلين الناس وباقي الايام هنكسب في الحاجة 50% بس. يعني بدل ما نكسب في العدس 5 جنيه لكل كيلو هنخليها 2.5. وفعلا العامل علق يوفة الأسعار وكتب ورقة بالكلام ده وحطها. بعدها التلاتة طلعوا وفضلوا ينادوا في الشارع كله وعرفوا الناس، ومفيش شوية وبدأت الناس تيجي تشتري فعلا، والحمد لله الرجلين اشتغلت. وبكده بقت الناس مقسومة بين محل يعقوب والمحل بتاعنا. وقتها التجار التانيين فرحوا لما شافوا اللي ابويا عمله، وهوب مفيش ساعتين وراحوا مقلدينه. وابويا ما اتضايقش منهم، بالعكس كان فرحان والرجلين قلت جامد عند يعقوب. وده اللي خلى يعقوب يطلع من محله ويبص لنا كلنا بنظرات من الثقة والفرحة، وقال لزينهم الصبي بتاعه: المعلمين بيعملوا عروض زينا زينهم ما شاء الله، لا وسحبوا الناس كمان. طيب علق لي بقى يافطة بإننا هنخسر في العدس والرز والفول والمكرونة 10 جنيه من سعرها، وابعت 10 رجالة ينادوا في السوق بده، وريني بقى شطارتك. زينهم كان واقف لابس الحتة اللي على الحبل بقى، ما كله من خير يعقوب، وكان بيتحشى يبص لي علشان علاقة الصداقة القديمة اللي كانت ما بيننا. لكنه قال لمعلمه: أوامرك يا معلم. ساعة واحدة ولما رجالة يعقوب نفذوا اللي قاله، المحل بتاعه كان هينفجر من كتر الناس اللي فيه. أما المحل بتاعنا فرجع فاضي من تاني، لدرجة إن ساعتين بالظبط والبضاعة اللي عند يعقوب خلصت كلها. وبكده قرر إن هو يقفل بدري. لكن قبل ما يمشي المعلم خليفة عينيه كانت بتطق شرار. قام واخد كام واحد من رجالته وراحوا علشان يكسروا محل يعقوب فوق دماغه. وقتها الشارع اتقلب وكل طرف بقى مستعد علشان يضرب التاني. ومع ده كله أبويا خرج بسرعة ووقف علشان يحجز ما بينهم واتكلم بصوت عالي: دقيقة واحدة بس وملاقيش قدامي عايل ولا صبي ولا عامل، كله يمشي. أبويا كان شخصية والناس بتهابه رغم حبهم ليه. كله مشي والمعلم خليفة قال له: أنت في صف ولا يا معلم حسن؟ ده ملعون وقف حالنا كلنا، يرضي مين ده؟ اللي بيحصل ده حرام ووقف الحال حرام، ده واحد جاي خسرنا بقاله 10 سنين، قفل بيوتنا وبيوت عمال كتير، لو رفع أجرة العامل للضعف، بس أنا اللي يجي على أكل عيشي أدفنه مطرح ما هو واقف. أبويا قال له: خلينا نتكلم في المحل عندي يا معلم خليفة، مش هنفرج علينا الناس، يلا كله يفضى سيرة ويمشي، مش عايزين لما ملاش لازمة. المعلم خالد توكل جه وقال لهم بحسه العالي: لا محدش هيمشي يا معلم حسن، الكل لازم يقف ويتفرج، المعلم خليفة عنده حق، يعقوب من وقت ما جه المنطقة والخسارة بتنهش في لحمنا الحي، ومن الآخر كده احنا استحملنا كتير، ويا يقف عند حده يا دمه يسقي الأرض اللي واقف عليها دلوقتي دي. يعقوب برغم شطارته في التجارة ورجالته الكتير إلا أنه كان واقف خايف ومتوتر لأول مرة أشوفه بالشكل ده، ورغم أن جسمه مش هين يعني ويقدر يضرب ويكسر، بس كان باين عليه أن قلبه ضعيف ملوش في الخناقات والضرب. ففضل ساكت لحد ما المعلم سراج الضبع وصل وقال بصوته المحشرج: نفضها سيرة يا معلمين، ولينا قاعدة في المحل بتاع المعلم حسن، مش هنفرج الناس علينا. معلم خالد رد وقال له: وماله يا معلم، ندخل ونتكلم، بس بقولك ايه، احنا ناخد النهاية بقى من القصة دي علشان سخافت قوي، وانا الشيطان عمالي يوزني دلوقتي اعمل معاه الغلط. ابويا مسكه من ايده وقال له: تعال معايا، مش عايزين كلام كتير. كلهم دخلوا وقعدنا في المحل بتاعنا. وقتها ابويا بدأ الكلام وقال لي: يعقوب انت دخلتك علينا غلط يا يعقوب، واللي بتعمله حرقك للشغل والبضاعة ده اكبر غلط، محدش فينا فاهم انت كسبان ايه من حرق البضاعة، انت بتبيع بسعر الجملة وبتخسرنا، ده غير انك بكده خليت الناس تبصلنا على اننا جشعين وطماعين.
قول يا يعقوب، انت عاوز توصل ليه؟ يعقوب فضل ساكت وخايف يتكلم، لكن المعلم خالد هو اللي رد. عايز يدمرنا ويخلينا نقفل زي ما كذا محل قفل السنين اللي فاتت. والمعلم خليفة كمل، قسما بالله وبحق لا اله الا الله وبحق اولادي والفلوس اللي خسرتها السنين اللي فاتت دي كلها، لو ما وصلنا الحل لكون مصفي دمه ومكسر محله وطرد رجالته برا المنطقه، بما فيهم الكلب اللي اسمه زينهم اللي كان بيشحت مننا زمان وبنساعد لامه وابوه باللي بنقدر عليه. هو هينسى ولا ايه؟ وقتها ابويا زعق فيهم وقال لهم، جرى ايه يا معلمين؟ من امتى بنهدد بعض؟ مش اصول رجاله الحسين دي بردك؟ بس بالمختصر المفيد، انت مطالب يا معلم يعقوب تبيع بنفس سعرنا، لا تقلل ولا تزود، وهو بكده تخلي الكل يكسب بدل ما الخساره بتيجي علينا كلنا. اديك شايف، انا لو ما كنتش موجود النهارده كان المعلم خليفه ورجالته هيعملوا مشكله معاك. طب وبعدين اخرتها ايه؟ يعقوب بلع ريقه وقال لابويا، انا بكسب قليل علشان ابيع كتير يا معلمين، خلونا نبيع بنفس اسعاري. معلم سراج الضبع صرخ في وشه وقال له، هنكسب ازاي لو بيعنا بسعر الجمله يعني؟ قول لي انت، قول، تجنني بكلامك يا جدع انت. اما ابويا فقال له، طب لو عايز تقدر الناس وتديهم بسعر قليل علشان الغلة اللي العالم كله بيعاني منه، مع ان انا شاكك ان ده يبقى هدفك، فانا بنفسي موافق، خلينا نقلل الربح بتاعنا يبقى 60% بس. ها قلت ايه؟ المعلم خالد شق جلبيته وقال لابويا، ده لا ممكن يحصل ابدا يا معلم، الاسعار مولعه واجره العمال والضرايب، يعني ايه اقلل الربح بتاعي بالنسبه دي؟ لا مش موافق، ما تخليها معلم حسن يبيع زينا ونخلص بقى من الفيلم الحمضان ده. انا الجنيه بيجنني، الجنيه اللي نمت علشانه سنين في الشوارع واتبهدلت وشفت المر، ما يجيش واحد على اخر الزمن ويمشي كلامه علينا. ابويا شمر كمام جلبيته وبانت في دراعه ندبه قديمه كده كان هاجمه ديب في صحراء لما كان في الجيش، ومع تشميرته دي قال له، طب ايه رايك اننا هنبيع بالهامش ده يا معلم خالد، وانت مش مجبر تبيع زينا، بس لو قربت من المعلم يعقوب او عملت نوش محلك هيتقفل وملكش عيش بينا. انت بتعاندنا يا معلم؟ لا انا مش بعندك، انا عايز احل مش اعقد. يعني انت شايف ان ده الحل ومفيش غيره يا معلم؟ ايوه هو ده الحل. كلهم سكتوا لثواني، ومع اصرار ابويا المعلمين وافقوا كلهم يحطوا هامش ربح 60% بس. وقبل ما يمشوا ابويا سأل يعقوب وقال له، موافق على الكلام ده وهتلتزم بيه ولا لا يا معلم يعقوب؟ فضل يفكر كتير وبعد كده بص في الارض وهو مجبر، موافق يا معلمين. يبقى توكلنا على الله. بعد ما خلصنا القعده دي ابويا كان تعبان جدا ومش قادر يتكلم، سندته وطلعت البيت، اكل حاجه بسيطه ودخل ينام على طول. اما انا فقعدت مع امي اللي بدات كلامها معايا لما قالت لي، مش ناوي تتجوز بقى يا ابني؟ لما ربنا ياذن يا حاجه. يا ابني ده الحال متيسر وربنا اذن، بس انت اللي مش عايز تتجوز. ده حقيقي يا امي. ليه يا ابني؟ انت مفيش حاجه ناقصاك، الفلوس موجوده والادب والاخلاق موجودين، ايه اللي منعك؟ اوعاك تكون زي الشباب بتوع اليومين دول، الاكل الغريب بتاعكم والفراخ البيضه بتاعت المطاعم خلت صحتك راحت. ايه يا امه اللي بتقوليه ده؟ لا ما تقلقيش، ابنك اسد. وليه مش عاوز تتجوز يا سي اسد؟ لما تجارة ابويا ترجع تاني زي الاول يا امه هبقى. قطع كلامنا صوت حاجه قويه وقعت في اوضه ابويا، قمت بسرعه دخلت ونورت، لقيت ابويا واقع على وشه في الارض وما بيتحركش. قومته بصعوبه علشان كان تقيل وحطيته على السرير، وبلعت ريقي وحطيت ايدي على رقبته لقيت لسه في نبض. لكن امي فضلت تصرخ وقالت لي، اطلب الاسعاف بسرعه يا ابني مفيش وقت. حاضر يا ام حاضر. ولسه كنت هطلب الاسعاف لقيت ابويا فتح عينيه وقال لي، انا بخير يا ابني ما تطلبش حاجه. يابا لا يابا لازم نطمن عليك. يا ابني قلت لك انا كويس ما تكبرش الموضوع.
أمي جريت عليه وفضلت تبوس في راسه. مالك يا حبيبي؟ أنت بخير؟ وقعت على وشك ليه ومين زعلك؟ طب طب تعال نروح للمستشفى طب علشان خاطري. اهدي يا فتحية، أنا سليم الحمد لله، مفيش حاجة. طبطبت عليه وقلت له طب فهمنا إيه اللي حصل لك يابا. بس لأمي ففهمت إنه عايزها تخرج. طب أنا هروح أعمل لكم شاي طيب. وبعد ما قالت كده خرجت وقفلت الباب. ومع خروجها سألته، مالك يا بابا؟ قلقتنا عليك. اللي أحكيه دلوقتي ده ما يتقالش لحد، أنت فاهم؟ قول يا بابا في إيه؟ لما دخلت الأوضة علشان أنام كان قلبي مقبوض، مش عارف ليه حسيت أكتر من مرة إن أنا مش لوحدي، رغم إن أمك وإنت كنتوا برا طول الوقت وسامعكوا بتتكلموا. المهم ما حطيتش في بالي علشان أنا ما بخافش ولا يفرق لي حاجة. اتغطيت ولما روحت في النوم سمعت صوت رجلين حيوان بتتحرك حواليا في الأوضة، والصوت كمان لما طنشت وزاد وبقى غريب. شلت الغطا وقلت بصوت واطي، يا فتحية هو في كلب دخل الشقة بالغلط ولا إيه؟ وقتها سمعت أكتر صوت بكرهه في حياتي كلها. أبويا سكت لثواني وعينيه دمعت لأنه افتكر قصة قديمة حصلت له، وبعد كده قال لي، سمعت صوت ديب، ومع صوته افتكرت لما كنت في الجيش واقف بالليل في الصحراء أنا وعباس صاحب عمري، ما كانش معانا نور ونسينا الكبريت بتاعنا في المركز اللي بننام جواها، كان الجو وقتها حر والمكان اللي احنا فيه ما فيهوش حد. شوية ولقينا فجأة ديب بيقرب مننا، وللأسف ما عرفتش أولع نار لأن الحيوانات دي بتخاف منها، وبسبب كده فضل يقرب مننا. كان كبير ولونه أسود وعينه اليمين مفقوعة، لحد ما فجأة نط على إيدي وعضها، ولسه عباس هيضرب عليه نار لقينا ديب تاني جه نط على رقبته وقعد ينهش فيه. أنا لما شفت المنظر اتجننت، سحبت السونك من أول السلاح السكينة اللي تبقى في أوله وحطيتها في رقبته، فضل يصرخ ووقع على الأرض ومات. ومفيش دقيقتين بالظبط ولقيت قطيع كامل من الديابة، وكأن اللي قتلته ده كان القائد بتاعهم. لما شافوه ميت جنبي وغرقان في دمه اتجننوا، عملوا حواليا زي دايرة كبيرة وفضلوا يضيقوها عليا لحد ما خلاص قلت إن أنا هموت. ولحسن الحظ كان في دورية من الجيش معدية، عربية من سرية جنبينا كانت بتلف في الليل عشان يشوفوا إذا كان حد هرب كده ولا كده. لما شافوني ضربوا نار، الديابة جريت، وبعد كده ودوني المستشفى علشان العضة. ولما سألت على عباس عرفت إنه مات. أبويا وقف حكي وعينيه كانت مدمعة. ساعتها طبطبت عليه وقلت له، أهون على نفسك يا أبا، ربنا يرحمه. ونعم بالله يا ابني، ونعم بالله. أنا لما سمعت صوت الديب في الأوضة ورحت علشان أنور، وفعلا لقيت ديب واقف قدام البلكونة وبيبصلي بكل غضب. فضلت واقف في مكاني بحاول أستوعب اللي بشوفه ده حقيقي ولا خيال. أكيد مش حقيقي، إيه اللي هيجيب ديب في أوضتي؟ استعذت بالله من الشيطان الرجيم ولسه هقرب عليه، لقيته نط عليا وفضل ينهش في دراعي اللي اتعض زمان. والغريبة أني حسيت بوجع رهيب كأن الديب حقيقي وبيأكل في دراعي. كتمت جوايا ومرضيتش أنده على حد فيكم، وبصعوبة بعدته عني. لكن قبل ما أخرج من الأوضة لقيت حد جديد زقني في ظهري من ورا، فوقعت جامد على وشي. ستر ربنا كان في لحاف جنبي على الأرض نزلت عليه. لما لفيت علشان أشوف اللي زقني لمحت واحد طويل وعريض وبيجري، خرج من البلكونة بسرعة رهيبة. بجد مش عارف اللي أنا شفته ده كان عبارة عن إيه وليه حصل لي كده دلوقتي. أنا مش عايز أفترض سوء النية في حد، بس الحمد لله على كل حال. يعقوب هو السبب يابا. يا ابني مفيش دليل على اللي انت بتقول عليه ده، بلاش ترمي حد بالباطل.
لا يابا هو السبب، وانا ما برميش حد بالباطل. طب وليه بتقول كده؟ كنت لسه احكي له اللي انا شفته في اوضتي والتعابين المرعبه اللي كانت هتقتلني، بس سكت ومش عارف ليه سكت. انا فضلت لحد ما بعد شويه قلت له مش عارف، بس انا حاسس ان هو السبب. ما ينفعش نبني اتهامات على احساس يا ابني. بقولك ايه، سيبني لوحدي، انا عايز ارتاح شويه. حاضر يابا. سبته خرجت، وبعد خروجي امي حاولت تعرف مني ايه اللي حصل له، بس طبعا ما حكتش. انا كان دمي بيغلي من يعقوب ده، مش واضح انه تاجر شاطر ومؤذي لناس في شغلها وبس، واضح كمان انه سحر تقيل بيلعب على مخاوف الناس. ايوه، هو لعب على خوفي من التعابين مره، ولعب على خوف ابويا من الديابه مره. والله اعلم اللي جاي ايه، بس انا مش هسكت، مش هسكت، ولازم اخلص منه في اقرب وقت. انا مش هقتله ولا هاذيه لاني بخاف ربنا، بس الراجل ده ملعون زي ما ابويا قال، ولازم يخرج من وسطينا، والايام اللي جايه هتحكم بينا بالعدل. بعد يوم واحد بس من قعده المعلمين مع ابويا، يعقوب نفس كلامه وكل التجار كمان، بقى هامش الربح 60% بس من اصل المكسب مش من اصل مبلغ الشراء، وبكده الاسعار بقت واحده، والبيع بقى متقسم على كل المحلات بالتساوي تقريبا، وهو الفلوس بدات تزيد الحمد لله معانا. وعلشان انجز وقت الناس وما يتاخروش في الشراء، جبت 6 عمال يقفوا في المحل معانا، وابويا كان مبسوط باللي حصل، لكن في نفس الوقت كان قلقان من اللي شافه في الليله السودا جوه اوضته. ومفيش يوم في التاني في اسبوع، وللاسف المعلمين خالفوا كلام ابويا. يعني المعلم خالد خلى هامش الربح حوالي 90%، ولما عمل كده راح على طول المعلم خليفة قلده، ووراهم المعلم سراج، ووراهم المعلمين الصغيرين. من الآخر كده ما بقاش حد ملتزم بالأسعار دي غير إحنا ويعقوب، وللأسف علشان هو كلامانجي ومشغل عنده عمال بيقولوا كلام حلو للناس، سحب مننا السوق تاني، والمحل بدأ ينام من تاني. وأسبوعين بالكتير والناس رجعت تشتري من يعقوب، وسابوا المحلات التانية. ورغم ده فضل هو ملتزم بالأسعار اللي أبويا اتفق معاه عليها، والعيب عداه بمراحل. وبعد حوالي 3 أسابيع، وعلى الساعة 1 الظهر تقريبا، كان أبويا قاعد برا المحل بيشيش، وأنا وقتها كنت بشوف بضاعة في المخزن اللي جوه محلنا. بس الغريبة إني لقيت الفول المدمس اللي إحنا شارينه بقى جواه سوس، والشطة وبهارات كنا جايبينها من الهند سوست هي كمان. ولما عملت حصر سريع لقيت إننا داخلين في 50,000 جنيه خسارة على الأقل. كنت متضايق جدا ومش عارف هبلغ أبويا بده إزاي. وفجأة أنا واقف شغال سمعت صوت تكسير وضرب بره. خرجت جري لقيت خناقة رهيبة قايمة بين المعلم سراج ورجالته، وبين المعلم خالد توكل ورجالته، تقريبا بسبب زبونة كانت داخلة محل يعقوب، بس عامل تبع المعلم خالد شدها علشان تشتري من عندهم. وقتها المعلم سراج رغم كبر سنه، لما شاف المنظر دمه غلي وراح ضرب العامل بالقلم على وشه، فقام الواد زقه ووقعه، ورجالة المعلمين وحبايبهم مسكوا في بعض، والموضوع وصل ان كان في سلاح ابيض وشوم ورصاص حي بيتضرب في السماء. ابوه لما شاف المنظر سحب رجالته واتدخل علشان يفض، بس ما قدرش، ومع عدم قدرته على فض الخناقه فضل يزعق فيهم ويقول لهم يا معلمين يا معلمين ما يصحش كده، عيب. حدش منهم سمعه ولا اهتم، ولان الوضع بقى خطر شديته لورا وطلعته البيت. بعدها نزلت قفلت المحل بتاعنا علشان ما يتكسرش في الخناقه، وخليت رجالتنا يمشوا ومحدش منهم يتدخل. ومن هنا الخناقه اشتدت اكتر، وبقى في رجاله كتير واقعين في الشارع، منهم ناس مضروبه بسلاح ابيض ورجاله تانيه مضروبه بالرصاص، ده غير محلات كتيره في المنطقه اتكسرت، والستات في البلكونات طلعت تصرخ على رجالتها. منظر مرعب ما كنتش اتمنى اشوفه ابدا في منطقتي. لكن وعلى مسافه قريبه شفت يعقوب كان واقف بيتفرج، ومش فارق له محله يتكسر ولا يتبهدل، باين على عينيه فرحه رهيبه. كنت عايز اروح اكسر وشه، بس دي مش رجوله. المهم ان بعد وقت طويل من العركة دي الحكومة جات وقبضت على ناس كتير، وفي ناس تانية هربت، ومنهم المعلمين الكبار زي خالد وسراج وخليفة،
ولما الشرطة سألت الجيران على سبب الخناقة الكل سكت وخاف يتكلم، وبكده ما بقاش في أي محضر ضد أي واحد. في الأيام اللي بعد كده المعلمين بقوا قاعدين متحفزين لبعضهم، محدش فيهم كان طايق التاني. وللأسف أبويا من الحزن جات له جلطة بسيطة والحمد لله لحقناه. قعدنا بيه كام يوم في المستشفى لحد ما حالته اتحسنت، وبعدها رجع البيت. وبعد إصرار رهيب مني أنا وأمي عليه خلينا يفضل في البيت وما ينزلش الشغل، لكن في نفس الوقت وعدته أني أخد بالي من كل حاجة. وعلشان الدنيا تتعدل اتفقت مع المعلم خالد وسراج أننا احنا التلاتة نكون في ظهر بعض. ومن اللحظة دي بقيت بحاول ألم شمل باقي المعلمين. بس على الناحية التانية وبسبب الخناقة اللي حصلت، يعقوب الملعون راح جاب رجالة وقفهم بره المحل بتاعه علشان لو حصلت مشكلة يحموه. وطبعا رجع تاني يبيع بأسعار الجملة وبقى بيتحدى الكل، ولأن احنا عندنا نقطة ضعف خطيرة وهي الفرقة اللي ممكن تأثر علينا بسهولة، محدش من المعلمين كان مركز معاه. الكل كان قاعد مستني للتاني على غلطة، وبسبب القرف ده حصلت مناوشات كتيرة. بسببها مديرية الأمن بعتت لنا عربية أمن مركزي تقف على أول الشارع، وبسبب العربية دي محدش بقى قادر يتكلم مع يعقوب لا في بيع ولا شراء، وخلاص كده بقى هو محتكر الشارع كله لنفسه، لدرجة إن البضاعة بدأت تبوظ عندي في المخازن واضطريت أطلعها بسعر الجملة وأوقات أقل علشان ما نخسرش خسارة كبيرة. وخلال الفترة دي كنت من وقت للتاني بشوف تعابين في أوضتي، وأبويا بيسمع صوت ديابة كل لما يجي ينام بالليل. حتى أمي بقت بتحس بناس معاها في الشقة مش موجودين في الحقيقة. وفي الفترة دي الغضب والرغبة في الانتقام كانوا بيدفعوني، لحد ما في يوم بالليل وعلى الساعة 8 كده قفلت المحل ودخلت محل يعقوب. كان قاعد بيعد فلوس وبيحطها في الخزنة. أول ما شافني ضحك وقال لي اتفضل يا أستاذ أحمد، ولا نخليها المعلم أحمد؟ عايزك لوحدك يا معلم يعقوب. عناية الاتنين. صرف رجالته كلهم وقفل باب المحل من جوه وقعدنا. شرفتنا يا معلم أحمد. انت عايز ايه يا يعقوب؟ مسح وشه بمنديل وكلم علاية عسل من برطمان معاه وقال لي عاوز منك انت ايه؟ ايه اللي ممكن واحد في سنك الصغير ده يدهولي؟ احمد انت لولا فلوس ابوك وتجارته كان زمانك متمرمط في المحاكم علشان قضية، ولا مثلا كنت هتبقى بتتدرب عند محامي كبير بيديك 300 جنيه في الشهر، او لو كنت فكرت التاجر لحالك كان زمانك ماشي بعربية في الحسين ولا شارع المعز. تفتكر انا عاوز منك انت ايه؟ كلامك جارح بس مش مشكلة. انت عايز ايه من تجارتنا؟ مكسبك ايه لما تبيع بسعر الجملة؟ مين وراك وبتعمل كده ليه؟ عايز اشتغل واكسب. تكسب ازاي؟ والله يا معلم احمد لا يسأل الرجل عن دخله ولا المرأة عن سنها. قمت مسكته من رقبته وكنت اخنقه. خاف مني وزقني وقال لي وهو متوتر عايز تقتلني ولا ايه؟ مش بعيد عليك. اسمع يا جدع، انت ابويا جات له جلطة بسببك. وانا مالي؟ انت اللي شعللت النار بسبب اسعارك ودي الحال اللي حطيت الناس فيه. ان جيت الحق يا معلم احمد اوعى ايدك دي كده. انا ولعت نار الفتنة بين المعلمين، اديت فلوس لعامل من العمال وخليته يشد واحدة ستة علشان تروح تشتري من دكانة معلمه، وده قدام المعلم سراج الشاهم ابن الاصول. بس الحقيقة انا ما كانش في دماغي ان القصة هتكبر للدرجة دي، لو توصل انهم يخلوا عربية امن تيجي تقف برا وبكده تسهل لي تجارتي وتحميني من جشعكم على الناس. انا كنت عارف ان انت اللي ولعت النار دي، بس انت اللي جشع مش احنا. وغير بقى الفتنه اللي ولعتها، جرى ايه؟ عمال ترمي سحرك واعمالك القذره على الناس ليه؟ سحري؟ ومعاك دليل بقى ان انا بسحر لكم؟ لا، بس انت بتخلي كل واحد يواجه مخاوفه علشان تدمره نفسيا وبعدها تدمره في رزقه الحلال. يبقى مين فينا بقى اللي جشع؟ أكيد أنت. لا أنتوا اللي جشعين يا أحمد. ما هو لما تزود 10 و15 وأوقات 20 مكسب في الكيلو تبقوا جشعين. جشعين ولا لأ؟ أمال نكسب إزاي؟ تكسب زي ما أنا ما بعمل. وأنت بتعمل إيه بقى؟
لما أموت تبقى تعرف بقى. وقفت وشديته من هدومه. قدامك أسبوع واحد، أسبوع واحد وتكون مشيت من المنطقة يا عقوب. وخلي بالك أنا والمعلمين بنلم شمل بعض من تاني، والمعلم خالد والمعلم سراك في ظهري هما ورجالتهم، فبلاش تشوف العين الحمراء. بحب صوته العالي وقال لي باب الشقة المخلع ما بيحميش الناس اللي وراه يا أحمد يا حسن، فاهم؟ زقيته وسبته وأنا بفكر في الانتقام منه بأكتر من طريقة. بعدها طلعت البيت وأنا مخنوق وحاسس بالعجز والفشل. وقفت في البلكونة ولما شفت عربية الأمن المركزي أدركت إن الدنيا لازم تهدى شوية كده، أي مصيبة هتحصل يبقى فيها حبس. ولعت سجارة وبصيت ناحية اليمين، ومع بصيتي سمعت صوت صراخ وضرب جاي من بيت المعلم سراج. سراج هو اللي كان بيصرخ وبيقول لحد: آه يا خاينة، أنا لميتك من الشوارع وخليتك قاعدة في بيت ملكك، بيت ما كنتيش تحلمي بيه بعد ما كنت بتروح تنظفي في البيوت، لكن لا، انت عمرك خلص معايا وانا مش هسيبك، مش هسيبك يا بنت الكلب يا واطية. عرفت انه بيعاير مراته اللي لسه متجوزها من شهرين وعندها 25 سنة تقريبا، وتقريبا لقاها مع حد بتخونه، لكنها ردت عليه بكل بجاحة وقالت له: انت فهمت غلط يا معلم، والله فهمت غلط، المعلم خالد توكل كان جاي هنا وعايز يقابلك علشان تتصالحوا بعد المشكلة اللي حصلت ما بينكم. عايز يقابلك يا واطية وقالع هدومه كده؟ يا معلم انت فاهم غلط، اسمعني بس. افهمك ايه يا رمة، ده كان معاكي في السرير. ايه مستنيني في السرير برضك؟ يا نهار ازرق، المعلم خالد يبقى عشيق مراته؟ فضلت واقف بسمع ومصدوم، ومع صدمتي سمعت صوت المعلم سراج وهو بيقول: وديني لقتلكم. ومفيش دقيقتين ولقيت المعلم سراج الضبع خارج من البيت بتاعه وهو بيعرج. بعدها وقع على وشه ولقينا فيه سكينة واخدها في ظهره، والدم غرى الأرض كلها. وراه شفت المعلم خالد توكل نازل بيجري وبيهرب لعمارة في آخر الشارع، كان لابس بوكسر بس وعريان من فوق. ووراه لقيت مرات المعلم سراج لابسة قميص نوم وعمالة تصرخ وتلطم على وشها، عمالة تقول الحقوا الراجل اللي يروح مني، حد يلحقنا بدل ما انتوا واقفين تتفرجوا كده وتحاسبن على الناس. الناس اتلمت والدنيا اتقلبت، وفي عساكر من عربية الأمن المركزي جم، وكان معاهم ضابط شاب. الضابط أول ما قرب سألها ايه اللي حصل، كانت محرجة تقريبا تقول ان عشيقها قتل جوزها، فقعدت تلطم وقالت له: المعلم خالد قتل جوزي. في اللحظة دي الضابط سحب جاكيت من عسكري وخلاها تلبسه علشان جسمها اللي باين قدام الناس ده، وبعد كده خلى العساكر بتوعه يدوروا على خالد. أما أنا فكنت واقف مكاني مصدوم، وفجأة شفت زينهم نازل من بيتهم جري، وكان تقريبا واقف في البلكونة وسمع اللي حصل، راح جري البيت المعلم خالد وأنا كمان نزلت. ولما وصلت للبيت لقيت عساكر الأمن المركزي بيحاولوا يكسروا الباب الحديد بتاع البيت من تحت، وجوه في الحوش خالد وزينهم نازلين دعك وضرب في بعض. الظابط فضل يحذرهم كتير بصوت عالي لكن محدش فيهم ارتجع، وكانش حد فيهم اصلا مركز معاه. وفجأة المعلم خالد توكل طلع سنجة من جلابيته وقطع بيها تلات صوابع من ايد الواد زينهم، وراحوا واقعين على الارض. الواد شاف الدم الرهيب اللي نازل منه اتجنن، قام وبعزم ما فيه ضرب المعلم خالد ووقعه في الحوش ونزل فيه ضرب، ضربه لدرجة ان جمجمته كانت هتتكسر ويموت. ومع ضربه له العساكر قدروا يفتحوا الباب بصعوبة وسحبوا الاتنين على العربية برة ومشيوا بيهم. المنطقة كانت متوترة والشبابيك والبلكونات كانت متفتحة، وطبعا مرات المعلم سراج كانت واقفة بتلطم جنب جثته، هي أكيد مش فارق لها يعيش ولا يموت، المهم ما تدخلش في سين وجيم. بعد كده الإسعاف جات ونقلت الجثة بتاعت المعلم، ومراته قعدت على الرصيف تعيط. لما أبويا شاف المنظر ما استحملش، سحب جلابيته ونزل لبسها لمراته وخلى أمي تاخدها عندنا في الشقة وطلعنا كلنا. بس قبل ما أدخل من باب البيت شفت يعقوب واقف على أول الشارع، وواضح أنه كان بيتابع القصة من الأول، الفرحة كانت بتتنطط في عينيه. برقتله لكن شكله رعبني لأول مرة في حياتي، وساعتها عرفت معنى جملته: الباب المخلع ما بيحميش اللي وراه. هو اللي وقع بين المعلمين أكيد،
آي نعم مرات المعلم سراج خاينة، بس أكيد هو اللي خلاه يعرف، وعلشان كده يعقوب مش هينفع يقعد هنا كتير. في الأيام اللي بعد كده يعقوب شعل للمنافسة أكتر ما بيننا، بقى بيبيع بنص سعر الجملة اللي بيشتري بيه، يعني مش فارق له خسارة. وبسبب عمايله دي كذا معلم قفلوا محلاتهم، وفي معلمين تانيين سرحوا العمال اللي شغالين معاهم، وخلاص الكل ما بقاش طايقه وكله عايز يخلص عليه. بس للأسف كانوا ساكتين علشان الأمن اللي في المنطقة، وده خلاني أروح أزور زينهم في بيته بعد ما اتحقق معاه ورجع من المستشفى، وبعد طبعا ما دفن وعمل عزل المعلم سراج. خبطت على شقته ومراته فتحت لي، رحبت بيا وبعدها استنيته في الصالون. جه وكان رابط ايده اللي صوابعها اتقطعت، وكان باين عليه الحزن. طبطبت عليه وقلت له ايدي في ايدك نرجع حق خالك المعلم سراج الله يرحمه. انت ما كنتش شغال معاه علشان يعقوب ادالك فلوس اكتر، وخالك كان عصبي ومؤذي للي حواليه بطريقته، بس المنطقه كلها عارفه انك بتحبه. وازاي بقى نرجع حقه؟ نرجعه من يعقوب ازاي برضه؟ وايه علاقه يعقوب باللي حصل؟ طلعت من جيبي موبايلي، فتحت له فيديو كان متصور من كاميرا المراقبه بتاعت المحل بتاعنا. لما شافه برق بعينيه وكان هيتجنن، وقال لي يعقوب كان عارف ان مرات المعلم سراج بتخونه مع خالد توكل، وعارف كمان مواعيد مقابلاتهم. بالظبط كده، وزي ما انت شفت كده قبل المصيبه ما تحصل بخمس دقايق اتصل قدامنا في الكاميرا اللي متصوره صوت وصوره، اتصل بخالك وقال له عرفت انت شغال مع مين وبيعمل ايه. زينهم جري على المطبخ وشد منه سكينه كبيره ولسه هينزل علشان يروح ليعقوب، شدته من ايده وقلت له مش عايزين جنان، انت متجوز ومخلف مش هتضيع نفسك. عايزنا اعمل ايه يعني؟ ابن الكلب ده لازم يتقتل، كفايه عليه كده. هنخلص عليه بس بالطريقه، عرفني سره ايه في البيع والشراء زينهم، وقول لي قول لي ازاي بيكسب وبيبيع بسعر الجمله. علشان ابن الندله ده ما بيكسبش من ثمن البضاعه. امال بيكسب منين؟ بيبيع الجولات اللي بيجي فيها البقوليات والمنتجات بتاعتنا كلها للصنايعية والمقاولين علشان يستخدموها في التكسير وتوضيب الشقق والبنا، هو ده مكسبه الوحيد. وعلشان بيبيع بكميات كبيرة بيتبقى له جولات بكميات مهولة في المخزن. فضلت واقف لثواني بستوعب الفكر الشيطاني ليعقوب، وبعدها بصيت له وقلت له طب خلينا نفكر بالعقل، خلينا نفكر ازاي نخلص منه. مفيش عقل، اوعى ايدك. زقيني في صدري ونزل جاري على محل يعقوب، وانا جريت وراه. كان ساعتها فاضل ساعه ويعقوب يقفل لما وصلنا قدام المحل بتاعه، ولقينا الباب مفتوح، لا في عمال ولا في بضاعه. كنا هنتجنن ومش عارفين الملعون ده راح فين. دورنا في المحل كله واللي كان فاضي كانه اتسرق، وكان في مكتب في اخر المحل. لما دخلنا جوه وبصينا على المكتب ما لقيتش غير جواب واحد سحبته، كان في ورقة كبيرة مكتوبة بخط الإيد، وخليني أقول لكم كان مكتوب فيها إيه. أنا قدرت أجمع كمية محترمة من الفلوس في السنين اللي فاتت، وقدرت أسيطر وأعمل لنفسي شعبية كبيرة، بس لكل شيء تحت السما نهاية. كان لازم أمشي بالرغم إن كنت بتمنى أدمر المعلمين كلهم واحد ورا التاني، بس مش كل أحلامنا بتتحقق. لو كنت فضلت شوية كمان عندكم كان زماني مطرود من زمان، واحنا بنسيب لكم القوة واحنا العقل وتشغيله بالحنكة. عددنا قليل في العالم، لكننا مسيطرين عليه اقتصاديا وسياسيا واعلاميا، مفيش قوة تقدر تقف قصادنا، وده العهد اللي اخدناه مع بعض زمان لما جمال عبد الناصر قرر يطردنا من مصر. احنا اضطرينا نندمج معاكم في المجتمع ونغير ديننا ونخفي معتقداتنا، بس من جوانا نوينا نقضي على مجتمعكم ونخسركم بقدر الإمكان. ومن يوم لحد ما نبني دولتنا من النيل للفرات هنفضل حواليكم في كل مكان، وانتوا هتفضلوا طعم سهل لينا. الصراعات بتفرق ما بينكم، بتضيع ثرواتكم، بتقلل من قوتكم وبتزود من سيطرتنا،
أنا رحت مكان تاني بعيد في شخصية مختلفة، وهفتح محل عطارة جديدة علشان أنشر أهدافي في عقول الناس وخسر تجار تانيين، ولحد ما نتقابل في الآخرة السلام أمانة عمك يعقوب. لما خلصت قراية فهمت أسباب اللي كان بيحصل، وعرفت مين هي الشخصية الحقيقية للملعون يعقوب، وتعرفت المعلمين وأولهم أبويا، وقررنا نحط قانون نمشي بيه طول العمر، نفضل واحد، مفيش حد غريب يدخل ما بيننا، نقلل من هامش المكسب بنسبة 50%، ونخلي يوم في الأسبوع نبيع فيه للناس بسعر الجملة علشان اللي مش قادر يشتري. ومع الوقت الدنيا بقت أحسن بكتير من الأول، والسلام رجع تاني للمنطقة، ومحل أبويا والمحلات التانية بقت بتكسب، وكمان زودنا عدد العمال، ده غير إن زينهم جه ومسك معانا المحل من تاني. خالي التواكل خد إعدام، أما مرات المعلم سراج فهربت من بيتنا، ولما الشرطة طلبتها علشان تحقق معاها ما لقيتهاش، ومحدش يعرف لها طريق لحد دلوقتي. أما أنا فبدور حاليا على عروسة وناوي أبدأ حياة جديدة، ادعولي. وبس كده، بهنا تكون انتهت القصة اللي كانت رسالتها في النهاية عظيمة، رسالة أتمنى الكل ياخد باله منها. بشكر سامي ميشيل جدا على كتابته للحلقة دي، بشكر حضراتكم جدا ان انتوا وصلتوا لحد هنا، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، تنضموا لجروب عائلة الراوي على الفيسبوك، وتنضموا لقناة عائلة الراوي على الواتساب علشان توصلكم القصة بمجرد ما تنزل. وبس كده، لا تنسوا اخواتكم في فلسطين في دعواتكم، ونتقابل الحلقة الجاية، وتصبحوا على خير.